مساك الله بالخير يا عم. يا هلا هلا بالغالي. هلا والله هلا. بشرنا عنك. انا بسلامتك بخير الحمد لله. انت بخير؟ انا بخير ان شاء الله. انا بخير وان شاء الله كل الاخوه المشاهدين ان شاء الله بخير وصحه وسلامه. امين يا في رب. هذه الايام الجميله. امين يا رب. مساكم الله بالخير ايها الاحباب. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا ابو علي. العم بدر، انت رافقت فتره هامه جدا من تلفزيون الكويت، ورافقت الكثير من البرامج التلفزيونية إن كانت الحوارية أو اللي يعني يقدمها شخص واحد تسميها المنوعات الخفيفة هذه، وممتدة التجربة التلفزيونية في الكويت، وممتدة البرامج، وممتدة الملاحظات. أكيد. ودي أخذ منك لمحة عن ذيك الفترة الذهبية وبرامجها. في أسماء رنانة، في برامج علمت، جميلة، في برامج وايد وايد. يعني أتذكر من قبل بعد لا أدخل على التلفزيون الكويت، المائدة المستديرة، عبد الله النفيسي، دكتور عبد الله النفيسي. هذا قبل دخولك التلفزيون. قبل دخولي، وقضايا وردود اللي كان يقدمه الله يرحمه ناصر الصانع كانت لها وهج ولها مشاهدين، وصفحات من تاريخ الكويت اللي قدم المرحوم سيف مرزوق الشملان. واستمرت لما جيت أنا في المرحلة اللي أنا فيها دخلت التلفزيون، كان فيها عبد الرحمن نجار، برنامج وراهم وراهم اللي أخرجه مدة طويلة المرحوم عبد الله تقي، وبعدين جيت أنا كملت. وعقبها سوينا أنا ويا عبد الرحمن شبكة التلفزيون. من البداية أنت من اللي أخرجوا شبكة التلفزيون. بديت فيها أنا، بديت يعني مع بداية شبكة التلفزيون مع عبد الرحمن، وكان في برنامج تحت الأضواء تقدمه ليلى شقير ويخرجه حافظ عبد الرزاق الله يذكره بالخير. البرامج المهمة، وتتالت البرامج الحوارية، سواء عقب ما أنا بديت أقدم برامج، أنا قدمت برامج أغلبها فني. أي. مثل في حياة هذا الرجل سويت حلقات مع الله يرحمه عبد الرحمن ضويحي، مع حسين جاسم، مع عزيز النمش الله يرحمه، مع مجموعة منهم، وسويت برامج كل الباجي مثل أبيض وأسود، وهذه كلها برامج منوعات فردية. بس فردية. كان مميز تحت الأضواء. أتذكر أن كمال جنبلاط يا الكويت، كمال جنبلاط إيه؟ أبوك يا وليد إيه؟ وكان في اللي يخرج حافظ عبد الرزاق، وأنا مخرج، بس أنا لأني بشوف بلاغة الشيف، ماكو بلاغة الشيف، بلاغة الشيف الكويتيين. قضبت كاميرا وياهم، صرت مصور. ماكو ذاك أنا مخرج لا 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 كاميرا لا لا كذا، لا 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 كل سواسية وكل اسمه. وتوالت وبدت برنامج مثلا مميز كان يقدمه الله يرحمه عبد الله محيلان للمشاهد مع التحية. برنامج سينمائي جميل 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 جدا الله يرحمه، كان مميز فيه. فوايد برامج مميزة، حتى في ذيك الفترات اكو اشياء فرديه يسوونها جميله، بس ما في يعني ما في محاذير سياسيه غالبا. لا لا، البرنامج منوع ترفيهي. من وين بتي من لبنان؟ فماكو محاذير. لا كلها غناوي عاديه. بس المائده المستديره والباجي اللي ذكرتهم من البرامج، لا فيها اللمحات السياسيه وفيها اللمحات، فكان الانفتاح اكثر. انزين البرامج الأخرى اللي كانت تسجيل ما في رقابة عليها لاحقا؟
هل تقصقص منها؟ والله أنا ما أتذكر أن أنا برامجي تقصقص منها، ولا أتذكر يعني برامج حتى السياسية اللي هي مثل تحت الأضواء تقصقص منها، لأن كل شيء محسوب، يعني المعدين صح. عارفين شو يبون، والإدارة عارفة إيش تبي، والمخرجين وهذا عارفين المحاذير وين فيه والأصول وين فيه، يصير عندك نوع من الرقابة السابقة، في رقابة شخصية على ذاتية على 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 عملك، لذلك ما تجد هذه الاستعراضات اللي بعض الساعات تصير من غير داعي، يعني أكو شيء لا داعي تقول، أو أكو شيء ما لا داعي تقول لأنه بس اشتهيت تقوله مثلا أو فكان اسمه تطورت عاد الأمور في التلفزيون، في تلفزيون الكويت، إلى أن ظهر تلفزيون الوطن وطلع تلفزيون الراي، هني بدأت المنافسة الصج، لأن أول ما كو البلد إلا هالولد. صحيح صحيح. فهذا يعني كان أول محطة خاصة الراي، وتالي الوطن طلعت وتالي تتالت محطات أخرى. بس اللي برزوا هالمحطتين وهالمحطتين استوعبوا طاقات جميلة، فطلعت لك برامج لها أشكال تلفزيون الكويت ما يسويها، مثل في الوطن برنامج اللي قدمه محمد المنصور ويا نادية صقر كان في البدايات، في الراي طلع نفس الشيء تقريبا، في الراي كان في برنامج الاثنين قدمه الربعي الله يرحمه والسنعوسي الله يرحمه مثلا، في الراي بدأوا يتحركون على المنوعات ويسوون شيء غير، ونفس الشيء بالنسبة للوطن، فبدأ تلفزيون الكويت يتفاعل مع كبرت المساحة وردت الدائرة كبرت الدائرة، وهذا كله في الصالح العام، يعني أنا ما أشوف أنه وجود محطات خاصة مضر، لا لا بالعكس أنا أشوف أنه، لكن طبيعة تلفزيون الدولة دائما المارجن مال الحريه تفرض عليه قوالب معينه، وهذا شيء امر طبيعي، صحيح امر طبيعي سواء بالاخبار او غير الاخبار، فكانت رحله جميله للتلفزيون في الكويت. الان لما هذا تلقى المحطات الكثيره تشوفها بالكويت، يعني بالكويت عندنا يمكن مثل هذا البرنامج من البرامج اللي أنا فخور أني كنت عضو فيها وأتتلمذ لا على إيدك وأنت معلم لا 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 كبير وقدير وكبير زين وقديم كبير الله. من أول مخرج في الكويت؟ أول مخرج في الكويت؟ ما أدري والله. أول واحد درس إخراج في الكويت؟ أظن السنعوسي، أظن السنعوسي، بس أنت من الجيل الأول. لا أنا جيت ورا السنعوسي. أي بس يعني من إن شاء الله يعني أكبر منك شوي يعني. أنا ما مو بالسن، هي مو بالسن ترى، مو لا لا مو بالسن، هي بالخبرة بالهذا، هذا عمل تراكم خبرات. صادق نطلع الفاصل ونكمل ونواصل إن شاء الله. المستشفى الدولي وياكم على مدار الساعة بأفضل رعاية طبية وصحية بأكبر مستشفى خاص بالكويت، السالمية شارع قطر، للتواصل 1-81-7771.
عدنا والعود أحمد. أنا الحين بسألك عن شغلة. إيه. ها. ذاك البرنامج الحواري المميز اللي هو عشر لعشر. عشر لعشر. إيش حق عشر لعشر مو عشر مثلاً؟ لأن كان الوقت المناسب لبدايته عشر لعشر. إيه. بعد ما أدري حسب الدورة البرامجية. قلت ليش ننطر على العشر؟ عشر لعشر يطلع يعني أحياناً الاسم يطرح تساؤل فهذا اللي خلاك يساعدك يعني ممكن الاسم يساعد، التصوير يساعد، الضيف يساعد، وايد ظروف. زين وشلون وصلت لنا هذه النار هادية اسمها؟ على نار هادية. على نار هادية. هذه قصة والله يعني أنا من هذا البرنامج الضخم من برايم تايم. هذه جرأة بس من باب التغيير. شوف طال عمرك أنا أحب الحمسات، مو طباخ محترف، متطفل على عالم الطبخ. أحب الحمسات الخفيفة، أحب فترة كورونا صار فيها فراغ طويل، وأنا عندي حسابي في انستغرام يعني حريص إنه ما يكون جزء من كآبة المنظر اليومية اللي نشوفها. ما في داعي يعني، الناس كافيهم اللي فيهم اللي فيهم. شوف خل هذه الحين اللي قاعد يصير هني. إيه؟ هذا سر عظيم. انا قاعد سامع الافلام المصريه يقول عايزين ناكل فته ولحمه ورز. انا في شخص عزيز هني طلب اسوي الفته المصريه. إيه؟ فقلت تأبى المروءه إلا أن أسويها. نسويها. فالبرنامج يعني كلمني أحد الشباب وطرح علي الفكرة، قال لي نبي اللي تسوي بانستغرامك على الشاشة. طيب الحلال أنا يعني طول عمري برامج سياسية، برامج يعني شوين أطلع طبخ ما طبخ. كان يقول مو طبخ، حوار وطبخ نفس اللي تسويه. أنا ما عندي مشكلة يعني، ما هي ما أخجل من شيء أحبه. إنزين والطبخ كل يوم كل يوم ناكل. صح. دام كل يوم ناكل هذا أمر مطلوب. إيه. إنزين لكن قد لا أكون أفضل واحد يسويها. أنا مو أحسن طباخ، أنا مو أحسن. قال لي لا، أنا أبي الكاركتر هذا اللي شفته أبي، وخذ التجربة. خذت التجربة ونجحت الحمد لله. والله الحمد لله يعني الجماعة في تلفزيون الكويتي يحكون عن فيدباك جيد، كان جايهم وعادوا عدة مرات. يعني الفكرة لا تخاف من ليش أخاف من التجربة؟ أنت تشاهد برامج الطبخ؟ إيه من هو طباخ على السوشيال ميديا أكثر. من هو طباخ اللي أنت تتابعه يعني؟ ماكو واحد بشغف يعني أتابع. خل أقول لك عدة مطابخ يعني، في أجانب إيطالي فرنسي. صدق أتابع واحد من شو اسمه الجمهوريات اللي انفصلت من الاتحاد السوفيتي، ولا أعرف شي يقول بس أكتفي بالمشاهدة. المشاهدة أي فما تمثل ضرورة أنك ليش قدامك لغة عالمية يعني. إيه. هي لغة عالمية. ربما أحيانا ما تعرف شو اللي حطه، الألوان التشابه أو لكن تجتهد أو تشوف ترجمة أو اللي تحسه صعب وايد عليك تلقى له حل يعني. بس انا حاسس انك انت تتمتع وانت تسوي الشغله يعني قعدتي وياك فيها وناسه. قعدتي وتغيير وياك هالمده هذه
حاسس انك انت تستانس من يعني شوف ايام التصوير اجمل ما فيها شنو؟ مالي شغل ايش قاعد يصير؟ اي صح انت جابل ساعات ونشتغل ساعات ونرتب ونحضر تحس ان في اشياء تاخذك عبالك هي الاساس ما لها قيمه لا ترى لا تحتاج شوف اكو الانسان هو ترى عبد عادته اي يتعود على شيء شوف انا هذه مغامره عود هذه شنو هي هذه تاكل ملوخيه لا اللي قال عنها النفيسي مع نبويه لا ومالت سعد اللي يقول لك انا وخالد قالت لي بتسوي فته لازم ملوخيه لا سعد قال قاضبينا ما الشرطه ما ادري ايش قال يشرب ملوخيه قال شنو الملوخيه؟ قال خمر هذا خمر ما اذكر الحوار اي عباله منكر قال صايدين يشرب ملوخيه اي قال اي شنو؟ نسيت الحوار اي ناعتين ما ادري قايلين عنه ما ادري اي قايلين عنه يشرب ملوخيه قال له شنو الملوخيه؟ قال خمر منكر خمر والله عاد انها شوربه صحيه جدا انا مره في بكين قول حق سعد الفرعي تقول لي انا ادري لا ابي اجربها مره في بكين قدموا لنا شيء يسمونه جرين سوب ولا ابد نفس الملوخيه نفس الفكره لكن الملوخيه بالشام ما يقطعون الورق او يقطعونه تقطيع كبير ويسوونها حميسه تشبه شغل الخبيزه اللي سويناه مره هذه عاد اهم شيء ما ياك ليل الحين لازم تحوس فيها ها اي عشان ما يفصل الماء عن الخضره اذا اخفقت في العوس في شيء اذا حسته خربته اي في شيء اذا ما حسته خربته اخترب هذه نبي نحرص على ان الظلمة ماسكة شيء جميل والله شيء جميل لوحة شيء جميل انا سعيد بهذا النجاح ما يخالف ننشب اللحم او يكون حار اي ما علي انت حمل هذا لحمنا ها نثرناه مسوي لحم شؤف للسهالات وهذا الدقوس وهذا الدقوس للي يبي بس ما يمنع نحطه على ثلاث جوانب ثم هذه تعطي شوية ألوان وانت رجل تحب الألوان بس خلصنا وهذا شو تسوي فيها؟ تخليها شيء ما تكتها فوقها؟ لا 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 هذه هذا جهل طبيخي فاسمح لي يعني. هذه يا طويل العمر ما ودك تجربها؟ لا مشكور خوض التجربة ما خوض أنا زين شوف يبا شوف من يوم أنا صغير ما خوض شوف هذه حتى بخال خليلي ما تلقاه شوف والله خان خليلي هذه طبختنا وفينا العهد نعم اللي تعهدنا لي صديقنا وزميلنا نعم وكاهي جاهزة تفضل تعال اكل زين ومن باب الوناسة شوية فلفل اسود ما يضر شيء جميل فتة ولحمة ورز الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا بذوق ولا لا؟ لا ذوق انت. ذوق وقول لي. ها؟ شوف هذه لازم ناخذ من الجميع من خبزها
وعيشها ولحمها. عافية. سلم على الجماعة. ودع الجماعة. تقول سلم على الشهداء اللي معك. ودع الجماعة. حلوة. ودع. ينطرونك تقول لهم فما الله. نقول فما الله. أنا نسيت. جاب لوخيتي. إلى الملتقى. وسامحونا طبخة صعبة ومتعددة فطبيعي في الرأسي. يلا فما الله.